كل اخواتي متجوزين اجانب، راضيه بحكمك يا رب. طب انا كمان راضي وانا اتكلمت. اعطيها للشيف ما تنسيش. ماشي. كمان. ازيك يا هنا؟ اهلا يا هبه، ازيك؟ اتفضلي يا بنتي، عندها لك حازم؟ لا 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 حضرتك، انا اسفه ما كنتش عارفه ان انا جايبه بس ابراهيم يقعد معاك هنا كام يوم لغايه لما انا مش هغيب. انت كويسه؟ دي نمره الداده بتاعته، انا كلمتها واديتها العنوان وهي زمانها جايه في الطريق، هي عارفه عنه كل حاجه، مش هتشيله همه خالص، وانا مش هغيب، انا هجي بسرعه. شكرا يا هنا. هنا ما تقلقنيش عليك يا بنتي، عشان عمو ابراهيم لو محتاجه اي حاجه كلميني في التليفون زي زمان. طب بقول لك الصور يعني. انت ايه هتصور لوحدي؟ هلا سيبها. هنا عامله ايه دلوقتي؟ شنطتك نسيتيها امبارح. مبروك. لا ده مع السلامة.